بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، تحياتي لأبنائي طلاب الصف السادس، ومع درس جديد من دروس التربية الإسلامية، وهو الدرس العاشر بعنوان أهمية الوقت. أهمية الوقت. الوقت نعمة عظيمة من نعم الله تعالى علينا، ولا ريب في أن عمر الإنسان في هذه الحياة محدود، ولهذا فإنه مطالب بأن ينتفع بوقته وألا يضيعه سدى. ونتناول هذا الدرس إن شاء الله في عدة عناصر رئيسية. أول عنصر معنا وهو الوقت في القرآن الكريم، ثانيا الانتفاع بالوقت، ثالثا الوقت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، رابعا الوقت مع العلماء، خامسا الوقت الإنسان مسؤول عن وقته. في البداية مع العنصر الأول الوقت في القرآن الكريم، نرى أن هناك آيات عديدة ذكر فيها الأوقات على سبيل القسم، وفي هذا دلالة على أهمية الوقت. وهناك سور أيضا سميت على أسماء من الأوقات، فهناك سورة الضحى، وهناك سورة الفجر، وهناك سورة العصر. وذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأوقات، فهي مثلا على سبيل المثال ذكر الليل والنهار والفجر والضحى والعصر. وعلى سبيل المثال قال تعالى والضحى والليل إذا سجى. إن دل هذا فإنما يدل على أهمية الوقت. العنصر الثاني أو الفكرة الثانية وهو الانتفاع بالوقت، فنرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا في أحاديث كثيرة جداً، منها على سبيل المثال لا الحصر حديث خذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك. دلنا هذا الحديث على الاستفادة من وقت الصحة ووقت الحياة قبل وقت الهرم والمرض والموت. لو ننتقل إلى العنصر الثالث وهو علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالوقت، فنرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة لنا في الانتفاع بالوقت، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يضيع ولا يضيع لحظة من وقته، بل كان يستثمره فيما هو نافع ومفيد. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام، ويجاهد في سبيل الله، ويحكم بين الناس، ويعلمهم أمور دينهم، ويكثر من النوافل في حضره وفي سفره، وكان يصلي تطوعا وهو على راحلته في سفره، وكان إذا صعد جبلا كبر، وإذا نزل واديا سبح، وكان يقوم الليل ولا ينام إلا قليلا. كذلك نرى أن العلماء الكرام، وهو العنصر الرابع الوقت مع العلماء، كانوا يستفيدون من أوقاتهم، فكان هؤلاء العلماء يهتمون بأوقاتهم، ولذلك نرى هذا التراث العلمي الغزير من الكتب التي ملأت المكاتب الإسلامية والعربية وشتى العلوم، فكانوا يقضون أوقاتهم في التقرب إلى الله تعالى بالعبادات والأعمال الصالحة النافعة لهم ولأمتهم، فنشروا الكتب وعمروا المساجد والمدارس، وكانوا يعلمون الناس أمور دينهم ودنياهم. وعلينا جميعا أن نقتدي بأهل العلم والصلاح، وأن ننتفع بأوقاتنا في كل شيء، فنحدد وقتا للرياضة، ووقتا للعلم، ووقتا لزيارة الأقارب والأصدقاء. ثم ننتقل بعد ذلك إلى العنصر الأخير وهو الإنسان مسؤول عن وقته. الوقت
عظيم في حياة الأمم وفي حياة الشعوب، فإن العمر هو الوقت الذي يعيشه الإنسان في هذه الحياة، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على هذا الوقت الذي نعيشه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وما دام الإنسان محاسبا على وقته، فإنه من الخير له أن ينظم أوقاته ويقبل على عمل يفيده في الدنيا ويسعده في الآخرة، وعليه أن يحذر إضاعة الوقت وأن يترك الكسل. فما أعظم ديننا الذي ينير لنا الطريق ويرشدنا إلى استغلال أوقاتنا على الوجه الأمثل. ومن خلال هذه العناصر التي درسناها يتوجب علينا جميعا، خاصة يتوجب على الطالب، أن يحافظ على الصلوات في أوقاتها، وأن يحافظ على وقته بالعمل النافع، وأن يتجنب إهدار الأوقات في اللهو واللعب، وأن يتجنب الجلوس ساعات طويلة أمام شاشة التلفاز أو في الطرقات أو في الأسواق أو في الكلام الذي لا فائدة من خلاله. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وهو درس أهمية الوقت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونتمنى التوفيق والسداد لجميع أبنائي وطلابي طلاب الصف السادس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.